اختلف أهل العلم ما الذي يوزن على هذا الميزان، ما الشيء الذي يوزن على هذا الميزان؟ وقد وردت الأدلة بأن الذي يوزن على هذا الميزان ثلاثة أمور. الأمر الأول يوزن العمل هذه، والأمر الثاني يوزن العامل، والأمر الثالث توزن صحائف الأعمال. وكل هذه الأمور الثلاثة قد وردت الأدلة عليها. أما في الأمر الأول وهو أن الذي يوزن على الميزان العمل، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، وكمثل قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان الحديث، وكمثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. فهذه كلها أدلة على أن الذي يوزن على هذا الميزان العمل. الأمر الثاني أن الذي يوزن هو العامل، يعني الذي يعمل هذه الأعمال، هو الشخص الذي يعمل هذه الأعمال. واستدل لهذا الأمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤذى بالرجل الثمين العظيم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة لا يوزن عنده جناح بعوضة، فلا يزن عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة. وقال أبو هريرة بعد هذا الحديث اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فدل هذا الحديث على أن الذي يوزن على هذا الميزان هو الشخص نفسه العامل لهذه الأعمال. أيضا يستدلون بقصة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عندما صعد شجرة الأرك فهبت ريح فأخذت أو أبدت ساقيه، وكان نحيفا رضي الله عنه وأرضاه، كان هزيلا وضعيفا ونحيف القدمين، فجعل الصحابة يضحكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله نضحك من دقة ساقين، قال والذي بعثني بالحق لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. فيستدلون بهذه الأحاديث على أن الذي يوزن على الميزان إنما هو الشخص نفسه وهو العامل. قال آخرون بأن الذي يوزن هي صحائف الأعمال وهو القول الثالث، وهذا دل عليه الدليل أيضا كما في حديث البطاقة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل بمد بصره، فيقول عبدي أتنكر من هذا شيء؟ قال لا يا رب، حتى ييأس من نفسه ويوقن هلاكه وأنه من أهل النار. فيقول الله تبارك وتعالى إن لك عندنا بطاقة، فيأمر وتخرج له هذه البطاقة، فيقول العبد وما تفعل هذه البطاقة بهذه السجلات 99 يا رب؟ فيقول الله تبارك وتعالى إنه لا يظلم عندي أحد، فيؤمر وتوضع البطاقة في كفة وتوضع 99 سجلا وهي كلها معاصي وذنوب وآثام، فتطيش بها البطاقة فطاشت السجلات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم معقبا على هذا الحديث ولا يرجح باسم الله شيء. فقالوا أصحاب هذا القول بأن الذي يوزن على الميزان إنما هي صحائف الأعمال.